السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأطفال الحلوين اللي أنا بحبهم جدا جدا جدا، أطفال سنة رابعة، إزيكم؟ النهاردة هنتكلم على دمياط، داميتا. إحنا في يونت 1 هنخلصها النهاردة. يونت 1 كان اسمها I feel good، أنا أشعر أنني بحالة جيدة. وآخر درس فيها هنتكلم على مدينة جميلة من مدن مصر، هي مدينة دمياط. دمياط بقى وراس البر والمشبك، بس إحنا مش هنجيب سيرة الكلام ده كله خالص. احنا هنتكلم على دمياط من منظور تاني بعيد جدا عن راس البر والمشبك بتاع دمياط. فمدينة دمياط زي ما انت شايف من اجمل مدن مصر بصراحة، مدينة جميلة جدا، وانا اتشرفت ان انا رحتها قبل كده، فهي حاجة جميلة. انت بس المطلوب منك انك تكبر الصورة على الجودة علشان تشوف كل حاجة واضحة. معاك الورقة والقلم، هتكتب ورايا الكلمات والنقاط المهمة. درس النهاردة درس خفيف وصغير وسهل وجميل وبسيط، وانت هتركز معايا وهتطلع من الفيديو ان شاء الله وانت فاهم كويس. وتقدر كمان يا سيدي تكتب باراجراف ان شاء الله لما يطلب منك على داميتا جوفرنريت، محافظة دمياط. نقول ايه يعني في محافظة دمياط؟ هنعرف هنقول ايه، بس ركز معايا. وما تنساش اللايك الجميلة منك، عايزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات علشان تفيد بغيرك. بص على الاشتراك، شوف كده انت مشترك ولا لا، فعل الجرس لو متاح انك تفعل الجرس علشان يوصلك بعد كده اشعار بكل جديد انا بقدمه ليك. ودلوقتي من غير ما نضيع اي وقت، يلا بينا نطلع رحلة ونسافر لداميتا جوفرنريت، محافظة دمياط. يلا بينا. تعالى اول حاجه نتعرف على الكلمات، وطبعا طبعا هنبدا بكلمه داميتا اللي هي دمياط. ودمياط مدينه، وانا عارف ان اول حرف في المدن بيكون كابيتال ليتر، فانا هبدا بكابيتال ليتر. فاول حرف هو الدي، فهتكون دي كابيتال، دي اي ام اي اي تي تي اي، داميتا داميتا داميتا، دمياط داميتا. اوكي، دمياط داميتا داميتا داميتا، دمياط داميتا، دي اي ام اي اي تي تي اي. يبقى النهارده وي توكينج اباوت داميتا، دمياط. طب هي دمياط ايه؟ محافظه، محافظه دمياط. يعني ايه محافظه بالانجليزي؟ انت تعرف ان في محافظه الشرقيه، محافظه الغربيه، محافظه الدقهليه، محافظه القليوبيه. فكلمه محافظه بالانجليزي يعني جوفرنريت. تعالى بقى نقسم كلمه جوفرنريت، جي او في اي ار، okay, G O V E R, G O V E R, N O R, G O V E R, N O R. وبعد كده 8 A T E. Governorate اسمها كده، Governorate, Governorate, Governorate، محافظة. فممكن نقول داميتا Governorate، محافظة دمياط. وممكن أنت يطلب منك paragraph على داميتا Governorate، محافظة دمياط. وعلى كده بقى كايرو Governorate يعني محافظة القاهرة وهكذا. فداميتا دمياط، جوفرنريت محافظة اسمها كده، جوفرنريت جوفرنريت جوفرنريت، محافظة جوفرنريت. خلاص حبيب قلبي يا بطل، خلاص يا بطلة، محافظة يعني جوفرنريت. ولما أقول لك داميتا جوفرنريت أقصد محافظة دمياط. عاوزين نعرف كلمة أرض، أرض يعني لاند، لاند L A N D، تمام، لاند أرض، لاند 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 أرض لاند. طيب محاصيل الأرض هناك بقى تطلع محاصيل كتير، محاصيل يعني crops C R O P S، محاصيل crops. okay، محاصيل crops 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 crops، المحاصيل crop اللي هو المحصول، crops المحاصيل، crops crops. okay crops، محاصيل كروبس. قبل ما امسح السبوره فتعالى نراجع، داميتا دمياط، جوفرنريت محافظه، لاند ارض، كروبس محاصيل. طيب يعني ايه جوافه بالانجليزي؟ جوافه بالانجليزي اسمها جوافاز، جوافاز جي يو اي في اي اس، جوافاز جوافاز. اوكي جوافاز، جوافه يعني جوافاز 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 جوافاز. طيب صياد سمك بالانجليزي يعني ايه صياد سمك؟ الراجل الصياد اسمه ايه بالانجليزي؟
انت تعرف طبعا سمكة فيش، يلا نضيف ليها اي ار تبقى فيشر، ويلا نلزق فيها مان راجل، فيشر مان صياد السمك اسمه كده، فيشر مان فيشر مان فيشر مان. اوكي فيشر مان صياد سمك فيشر مان. ولو انا عاوز اجمعها هو جمع مان من مان رجل، جمعها من رجال، فجمعها هيكون فيشر مان. طب هو في صياد في دمياط؟ اه طبعا في صياد وفي سمك وفي حاجات حلوه هناك، يبقى فيشر مان صياد وفيشر مان صيادي. تاني فيشر مان صياد فيشر مان صيادي تاني فيشر مان فيشر مان. طيب العناصر الغذائيه يعني ايه بالانجليزي؟ خلي بالك ان الارض في دمياط خصبه، وخصبه يعني غنيه بالعناصر الغذائيه. طيب كلمه عناصر غذائيه اصلا يعني nutrients nutrients n u t n u t r i r i e n t s e n t s اسمي حبيبي n u t r i e n t s. ممكن تقولها nutrients او nutrients على طول، nutrients العناصر الغذائيه، nutrients 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 يعني الارض في دمياط غنيه بالعناصر الغذائيه. غنيه بالعناصر الغذائيه. طيب عناصر غذائيه بالانجليزي يعني nutrients، هي مهمه قوي، مهمه قوي قوي قوي، مهمه nutrients nutrients nutrients. طب انا هقول لك على حاجه غنيه ب يعني rich in، علشان اعمل لك جمله دلوقتي حلوه. كلمة rich أصلا غني، rich rich in يعني غنية بي، اتفقنا؟ rich in غنية بي، rich in rich in rich in غنية بي يعني rich in. اوكي غنية بي يعني rich in. أنا هقول لك بقى جملة بتقول إن the land in دميتا، الأرض في دمياط، the land in، خلي بالك شفت الدي كابيتال، داميتا مالها الارض في دمياط، از بتكون. طيب بتكون ايه؟ ريتش ان غنيه بي، اسمها كده ريتش ان، اوعى تنساها مهمه حبيبتي، اوعى تنسيها، ريتش ان غنيه بي ريتش ان. طيب هي غنيه بايه؟ نوتريانس العناصر الغذائيه، نوتريانس جمله حلوه ممكن تتقال في الباراجراف بتاع دمياط، the land in Damietta is rich in nutrients. نقولها تاني، the land in Damietta is rich in nutrients. فكلمة rich in يعني غنية بي، ما تنساهاش يا حبيب قلبي يا بطل، rich in غني بي، nutrients العناصر الغذائية. قبل ما نمسح تعالى نراجع تاني، الجوافة قلنا guavas، صياد السمك اسمه fisherman والصيادين fishermen. العناصر الغذائية nutrients وغنية بي يعني rich in. طيب قمح يعني ايه قمح بالانجليزي؟ قمح بالانجليزي يعني wheat 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 w h w e a t اللي هي ياكل، عارف ايت ياكل؟ wheat قمح wheat، في wheat بيتزرع في دمياط، wheat 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 wheat. كلمة حياة يعني life 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 life. في جملة مهمة قوي وجميلة قوي ولازم تكتبها وانت بتتكلم عن دمياط، وتقول كده life الحياة in Damietta في دمياط، life in Damietta الحياة في دمياط is good جيدة، يبقى اخت اللي عايشين هناك، life in Damietta is good، life in Damietta الحياة في دمياط is good جيدة، life in Damietta is good. اكتبها في الباراجراف، اختم بيها الباراجراف، يعني بص دي القضية حطها في الاخر، life in Damietta is good. okay life in Damietta is good. فكلمة life يعني الحياة، والحياة في دمياط جيدة، اتفقنا؟ life 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 life. الليمون اسمه بالانجليزي lemons lemons l e m o n، مش ليمون لا lemon، وضيف اس الجمع lemons، في lemons بيتزرع في دمياط، they grow lemons، الفارمرز هناك they grow lemons، بيزرعوا ليمون، they grow wheat بيزرعوا wheat قمح، فليمون يعني lemons lemons lemons. okay ليمون lemons. جزء part part part. okay part in Egypt يعني جزء في مصر،
داميتا دي عبارة عن part in Egypt، جزء في مصر. part 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 جزء، okay part 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 part. وكلمة ناس يعني people people people، والناس هناك طيبين جدا على فكرة. okay في kind people هناك، people ناس، people 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 people. طيب دمياط اللي هي داميتا، طيب دمياطي اللي هو من دمياط بقى، او نسبه لدمياط اسمها دمياتي، زي هي هي دمياتي. دي او ام والدي كابيتال برضو، الدي كابيتال دي او ام اي اي تي اي دام يا دمياتي دمياتي دمياتي. طيب ايه مشهور دمياطي؟ فكر ايه احنا دايما بنقوله الايه بدمياطي، بنقولها بنقولها كتير او بتسمعها كتير. ها ها مين عارف مين عارف مين عارف؟ الجبنه الدمياطي. دايما نقول كده الجبنه الدمياطي، خلاص مشهوره قوي هناك الجبنه الدمياطي، از فيري فيموس، مشهوره جدا. فانا هقول جمله على فكره وبتقول لك، والجمله دي برضو اكتبها في الباراجراف والله حلوه قوي. دمياطي اللي هي الدمياطي، دمياطي تشيز، انت طبعا تعرف تشيز جبنه، مالها بقى الدمياطي تشيز؟ الجبنه الدمياطي از بتكون، بتكوني ايه يا جبنه يا دمياطي؟ فيري فيموس، مشهوره جدا كلنا عارفينها، الا انت بس الوحيد تلاقيك مش عارفها. دمياطي تشيز از فيري فيموس، دمياطي تشيز از فيري فيموس، اوكي دمياطي تشيز از فيري فيموس، الجبنه الدمياطي مشهوره جدا، اكتبها في باراجراف دمياط برضو. دمياطي تشيز، الجبنه الدمياطي، دمياطي دي كابيتال، دمياطي تشيز از فيري فيموس، الجبنه الدمياطي مشهوره جدا، دمياطي تشيز از فيري فيموس، دمياطي تشيز از فيري فيموس. ممكن نقول باسلوب تاني ومهم برضو، ركز معايا، ركز ركز اوعى تسرح، ركز معايا اوعى تسرح، ركز ركز. عارف famous اللي هي مشهور؟ بص famous for، ايه famous for دي؟ يعني مشهور بي، famous for مشهور بي، تاني famous for مشهور بي، تاني famous for مشهور بي. طيب بص بقى الجملة اللي انا هقولها، داميتا دمياط، داميتا از بتكون famous for مشهورة بي. ها يا حبيبي فكر، what is داميتا famous for؟ دمياط مش دمياط مشهورة بإيه؟ واحد يقول لي داميتا is famous for دمياطي cheese، دمياط مشهورة بالجبنة الدمياطي، صح؟ داميتا is famous for دمياطي cheese. واحد تاني يقول لي لا، داميتا is famous for fertile land أو it's fertile land، دمياط مشهورة بالأرض الخصبة، صح؟ والله صح فعلا، داميتا is famous for its fertile land، وعلى فكرة مشهورة كمان بالفرنيتشر، بصناعة الأساس والكلام ده. بس أنا يهمني الأكل بقى النهاردة، النهاردة أنا مش هتكلم على الخشب في دمياط والنجارة والأساس في دمياط، أنا هتكلم النهاردة على الأكل. أنا يهمني دمياط من ناحية الأكل، تمام؟ النهاردة أكل، خلاص؟ ففيمس فور، المهم فيمس فور يعني مشهور بي، ودمياط مشهوره بالجبنه الدمياطي، داميتا از فيمس فور دمياطي تشيز. تاني داميتا از فيمس فور دمياطي تشيز، وخلي بالك من فيمس فور، ممكن يسالك فيها يقول لك فيمس ان ولا فور ولا ات ولا اون، قول له لا، فيمس فور famous for، famous for مشهور بي، يعني famous for ما تنسهاش، famous for ما تنسهاش، famous for. بمناسبة for برضو في حاجة كمان لفور، good for، good for، good for. طيب استنى كده، good يعني جيد، يعني ايه good for؟ جيد لي او مفيد لي. اقولها لك تاني، good for جيد لي أو مفيد لي، good for جيد لي. عايزك كمان تعرف catch fish، يصطاد سمك، catch fish، okay catch fish يصطاد سمك، catch fish. والله الإنجليزي سهل، والله والله سهل، catch fish يصطاد سمك، catch fish catch fish catch fish. هحطها لك في جملة، هو مين اللي بيصطاد السمك؟
هل هم الفارمرز الفلاحون؟ لا. طيب اللي بيصطاد السمك التيتشرز التيتشرز المدرسون؟ لا. مين يعني مين اللي هيصطاد السمك؟ حد انا لسه قايله برافو عليك فيشرمان. طيب بص للجمله دي فيشرمان جمله حلوه ممكن تتقال في باراجراف دمياط فيشرمان الصيادون بيعملوا ايه بقى؟ لسه قايل كاتش فيش. يعني ايه كاتش فيش؟ يصطاد سمك. فيشرمان الصيادون كاتش فيش بيصطادوا سمك in the sea في البحر. جملة سهلة سهلة ما تنكرش. فيشرمان كاتش فيش in the sea. تاني فيشرمان الصيادون كاتش فيش بيصطادوا سمك in the sea. تاني فيشرمان كاتش فيش in the sea. وقالك تاني فيشرمان كاتش فيش in the sea. okay fishermen catch fish in the sea fishermen catch fish in the sea. تعالى نقرا الدرس بس الاول تعالى اقول لك جمل مهمه هنلاقيها في الدرس بس تعالى الاول نلقي الضوء عليها. يعني اول جمله بتقول لك ايه؟ بتقول لك داميتا از فيموس فور دامياتي تشيز. قلتها يا مستر احنا عارفينها يا مستر سائلها. تمام داميتا دمياط داميتا از فيموس فور مشهوره ب مشهورة بإيه يا دمياط؟ دامياتي تشيز. دمياتي دي كابيتال. دامياتي تشيز. دمياط مشهورة بالجبنة الدمياطي، اللي يروح دمياط يا ولاد يبقى يجيب جبنة دمياطي من هناك. أو ما تجيبهاش من دمياط عادي ممكن من أي سوبر ماركت هتلاقيها برضه. في جملة تانية، كل الجمل بتتكلم على الأكل في دمياط. في جملة تانية بتقول لك جوتس الماعز. يا مستر هي الجي كابيتال ليه؟ عشان اول حرف في الجمله. goats cows البقر and sheep والغنم. مالهم دول يعني الماعز والبقر والغنم؟ live in داميتا بيعيشوا في دمياط. في هناك في دمياط الكلام ده live in داميتا. شوف كل الجمل متعلقه بالاكل بالغذاء. طب هو انت ليه يا مستر ما قلتش goats and cows and sheep؟ علشان يا حبيبي احنا بنقول and مرة واحدة بس ما بنكررهاش. يعني انا لو عايز اقول احمد ومحمد وعلي ومصطفى وحسين مش هقول لك احمد and علي and محمد and مصطفى and حسين. لا. هو انا هعمل ايه؟ هعمل كما 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 والاخيرة خالص هقول and. and تتقال في الاخر هي اخر and هي اللي هتتقال. اوكي؟ احمد كما علي كما مصطفى كما and حسين. اتفقنا؟ فهنا مش هقول goats and cows and sheep. طبعا هنحط and اللي هي الايه؟ اخر and بس. فبدل and بعمل كما. goats خلي بالك عشان البنكتويشن حاجه زي دي ممكن تجي لك. goats نعمل كما cows and sheep. goats cows and sheep. مالهم؟ live in داميتا. خلي بالك الجمل دي لو كتبت بيها الباراجراف هتخلص الباراجراف. اتكلمنا على الاكل من ناحيه الجبنه ومن ناحيه الحيوانات الزراعه. انا هنتكلم على الزراعه في دمياط. في زراعه هناك؟ اه في زراعه. مين اللي هيزرع؟ هل هم الفيشرمين دلوقتي؟ لا اللي هيزرع هم الفارمرز. طيب بص بقى للجمله اللي جايه بتقول لك ذا فارمرز الفلاحون. ذا فارمرز مالهم الفارمرز؟ هل كاتش فيش هيصطادوا سمك؟ ينفع الفلاح هيصطاد سمك؟ لا الفلاح هيزرع. طيب يزرع يعني ايه؟ لا تسالنيش انا بقى يزرع يعني ايه. ما احنا خدنا يزرع في اول درس grow. اوعى تكون بتنسى. the farmers grow الفلاحون يزرعون. بيزرعوا ايه؟ عد معايا بقى اللي تفتكروا قولوا. the farmers grow tomatoes طماطم. ارض خصبه بقى واي حاجه بص اي حاجه تفتكرها قولها. tomatoes wheat قمح. خلي بالك عملت كما ما قلتش and. tomatoes wheat lemons ليمون. طيب اخر حاجه بقى قول اند بقى اند جوافاز. طب يا مستر المانجا؟ لا بص احتراما للاسماعيليه يعني واهل الاسماعيليه خلي المانجا للاسماعيليه. اوكي ما تقولهاش في دمياط. The farmers grow tomatoes الفلاحون بيزرعوا طماطم ويت قمح ليمونز ليمون اند جوافاز وجواف. وما تقولش شوجر كين برضو. تمام ما تقولش شوجر كين ولا مانجوز. قول tomatoes ويت ليمونز وجوافاز. عايز تقول رايس قول رايس رز شغال برضو. The farmers grow tomatoes
الفلاحين بيزرعوا طماطم كما، ما فيش and كما. wheat قمح كما. lemons ليمون and guavas. طيب في جملة بقى، أنا عمين نتكلم على الأكل 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 الأكل. الناس في دمياط، يعني الشعب الدمياطي الجميل، تعال نتكلم على شعب دمياط. جملة على شعب دمياط: دمياط يسكن فيها 1.5 مليون. تحياتي للمليون ونص دمياطي. أباوت حوالي، لأن هما مش 1.5 مليون بالواحد، يعني هما حوالي 1.5 مليون، ممكن 1.5 مليون واحد أو 1.5 مليون إلا واحد. أباوت حوالي تقريبا، بص 1.5 مليون هنعمل 1.5 اللي هي 1.5، يعني 1.5 مليون. about 1.5 مليون، اقراها كده 1.5، وبسرعة 1.5. about حوالي 1.5 مليون، 1.5 مليون ايه؟ people. about 1.5 مليون people. about 1.5 مليون people. About 1.5 million people live. حوالي 1.5 مليون واحد live in، بيعيشوا في this part in Egypt، هذا الجزء في مصر اللي اسمه داميتا. live in داميتا. نقول تاني: about حوالي 1.5 million people، 1.5 مليون شخص live in داميتا، بيعيشوا في دمياط. قولها لك تاني: about حوالي 1.5 million people live in داميتا. طيب تعال نقرا نص دمياط. نص دمياط هنتكلم على دمياط من حيث food، الطعام. النص بعنوان food from داميتا، الطعام من دمياط. لو قال لك اكتب باراجراف على food from داميتا، بص الكلام اللي جاي. حتى لو قال لك اكتب باراجراف على داميتا governorate، محافظة دمياط، برضو الكلام اللي جاي هو اللي هيتقال. طيب تعال نقسم كلامنا كده لنقاط. اول حاجة اتكلم على الارض في دمياط، ان هي خصبة وغنية بالعناصر الغذائية، فاقول له كده: the land in داميتا، الارض في دمياط، أو the land in داميتا governorate، الأرض في محافظة دمياط، اديها اللقب بتاعها كده. the land in داميتا governorate مالها؟ بص بص تعال نكتب الأول: the land، الأرض، in، في، داميتا، in داميتا governorate، الأرض في محافظة دمياط، is، بتكون، بتكون rich in، غنية ب، rich in. طيب غنية بإيه؟ rich in nutrients، العناصر الغذائية. rich in nutrients. okay. the land in داميتا governorate، الأرض في محافظة دمياط، is rich in nutrients. وبمناسبة الأرض إن هي غنية بالعناصر الغذائية، فتعال نتكلم على الزراعة والفلاحين هناك. هتقول له: the farmers can grow. the farmers، الفلاحون. the farmers can grow، بيقدروا ان هم يزرعوا. وقول زي ما انت عاوز تقول: rice، رز، واعمل كما. وقول بعد كده: tomatoes، طماطم. عد زي ما انت عاوز تعد، بس ابعد عن المانجو وعن الشجر كين. tomatoes واعمل كما. وpotatoes، potatoes البطاطس. ويت اعمل كما. ويت القمح اعمل كما. ليمونز الليمون اعمل كما، لسه ما خلصناش. جريبس العنب. وبعد كده اقول له: and guavas، هنختم. طب انت عايز تقول بطيخ، قول بطيخ طبعا، ده في هناك كفر البطيخ اصلا هناك يعني. and احنا قلنا اخر حاجه ايه؟ guavas، جوافه. and guavas. فعد زي ما انت عاوز تعد، بس الأخيرة أقول and. the farmers can grow، يبقى الأول الأرض هناك خصبة. the land in داميتا governorate، أنا حفظتها والله. the land in داميتا governorate is rich in nutrients. وبعد كده: the farmers can grow، الفلاحين يقدروا يزرعوا. rice، tomatoes، potatoes، wheat، grapes، and guavas، كل الحاجات دي الفلاحين بيزرعوها هناك. طيب نسيبنا من الزراعة، ندخل على الأسماك وصيد السمك.
موجود في دمياط، موجود في دمياط، كل حاجة تتخيلها موجودة في دمياط. طيب ندخل بقى على ايه، على الصيد. هنقول ايه يا شباب؟ هنقول fishermen، الصيادون. fishermen، مالهم fishermen؟ هنا بقى مش grow، مش بيزرع، هنا catch fish. fishermen catch، بس مش fish على طول كده، مش بيصطادوا سمك، لا لا، بيصطادوا آلاف آلاف السمك. thousands، كلمة thousand يعني ألف. thousand، ألف. thousands، آلاف. thousands of fish، آلاف السمك. fishermen catch thousands of fish in the sea. وبهذه المناسبة أتوجه بالشكر لمحل الدمياطي للأسماك، صراحة بيعمل سمك جميل جدا، ده مش إعلان يعني، بس هو اسمه الدمياطي، فتح عندنا فبيعمل سمك اسمه الدمياطي. فالمهم إن fishermen catch thousands of fish in the sea، الصيادون بيصطادوا آلاف السمك. هصطادوه منين يعني؟ in the sea يعني من البحر. نقولها تاني، fishermen الصيادون catch بيصطادوا، لو مش عاوز تقول thousands of قشطة، catch fish in the sea، بيصطادوا سمك في البحر. اركن السمك، خش بقى على الحيوانات. cows الأبقار، هعمل كما وأقول له goats الماعز. هخلص أقول له and sheep والغنم. مالهم بقى التلاتة دول؟ live in Damietta governorate، بيعيشوا في محافظة دمياط. to أيضا، live in Damietta governorate، بيعيشوا في محافظة دمياط. to أيضا، to أيضا بتيجي في آخر الجملة وبيكون قبلها كما، تمام؟ live in Damietta governorate to. طيب الجبنة الدمياطي، ما تكلمناش على الجبنة الدمياطي، يا خبر أبيض، احنا اتكلمنا على الزراعة وعلى السمك وعلى الحيوانات اللي هناك، لسه الجبنة الدمياطي. فهنقول Damietta cheese is very famous. Damietta cheese، الجبنة الدمياطي، is very famous، مشهورة جدا. انزل السوبر ماركت وقول الراجل عايز جبنة دمياطي، هيديلك جبنة دمياطي. Damietta cheese is very famous. طيب كله أكل أكل أكل، تعال الناس الجميلة اللي هناك. about حوالي one and a half، انا هكتبها بقى بالحروف one and a half، واحد ونص مليون، مليون people live، واحد ونص مليون شخص live بيعيش in، في، عايز تقول live in Damietta وتريح نفسك، او live in Damietta governorate بيعيشوا في محافظة دمياط، ماشي. لكن هنا الكتاب بيقول لي live in this part، بيعيشوا في هذا الجزء of Egypt من مصر، واحد ونص مليون شخص بيعيشوا في الجزء ده من مصر. واتفقنا هنختم بالجملة life is good in Damietta، الحياة جيدة في دمياط. اختم بيها الباراجراف بتاعك، life is good in Damietta، الحياة جيدة في دمياط. Life is good in Damietta. Life is good in Damietta. يبقى قال لك اكتب باراجراف على دمياط، اتكلم على دمياط، يبقى اتكلم على الأرض، الزراعة، السمك، الحيوانات، الجبنة الدمياطي، الناس. تعال نقرأ تاني، وأنا متأكد إن شاء الله إن هي هتثبت معاك، ولو أنت بقى قريت وذاكرت وبتاع، الموضوع انتهى. درس دمياط من أسهل أسهل الدروس. يبقى لك في سؤال بيقولك what is Damietta famous for، هيجي لك في الترتيب، انا ما بغشش بس انا بقولك هيجي لك في الترتيب. what is Damietta famous for، هي دمياط مشهورة بايه؟ what is Damietta famous for. تعال نقرأ درس دمياط. food from Damietta، the land in Damietta governorate، الارض في محافظة دمياط، is rich in nutrients، غنية بالعناصر الغذائية. the farmers can grow rice، الفلاحين بيزرعوا رز، tomatoes طماطم، potatoes بطاطس، wheat قمح، lemons ليمون، grapes عنب، and guavas وجوافة. fishermen الصيادون catch thousands of fish in the sea، بيصطادوا آلاف السمك من البحر. ممكن تستغنى عن thousands وتقول catch fish على طول. cows goats and sheep الأبقار والماعز والغنم، live in Damietta governorate
تو يعيشوا في محافظة دمياط أيضا قبل تو بتعمل لي كما دميتي تشيز الجبنة الدمياطي is very famous مشهورة جدا. About حوالي 1.5 million people 1.5 مليون شخص live in this part of Egypt بيعيشوا في الجزء ده من مصر. نختم life is good الحياة جيدة in دميتا في دمياط. Thank you for watching شكرا للمشاهدة وشكرا انك كملت الفيديو للاخر وخبر سعيد وخبر صار احنا خلصنا يونت 1 خلصنا الوحدة الاولى والفيديو الجاي ان شاء الله هندخل بقى في وحدة انا بحبها جدا 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 هي ديزرت انيمالز الحيوانات الصحراوية وبكل اسف اقول لك خلاص هتوحشني سلام goodbye